بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار تنفيذ إجراءات الحجر الجزئي الذي تم تطبيقه على مجمل ولاية الوطن، قامت مصالح أمن وتعيين المشهد منذ اليوم الأول من تطبيق إجراءات الحجر الممتدة من الساعة 7 مساء إلى غاية الساعة 7 صباح الموالي بعدة إجراءات بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل ضمان التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات الوقائية للحجر الصحي. حيث تم تقسيم القطاع إلى أو المدينة إلى عدة قطاعات تشرف عليها إطارات. إذا تكلمنا على مدى الاستجابة تاع المواطنين، يعني الحمد لله كان نقول استجابة منيحة، يعني استجابة كبيرة خاصة يعني بعد الساعة الدقائق الأولى من الساعة 7، ولكن الشيء اللي يعني الحاجة السلبية اللي شفناها وهي في الفترة الصباحية. يعني إذا تحدثنا عن الفترة الصباحية كنا نديروا جولة يعني ضبط الساعات عمود الشوارع، يعني مازال المواطنين مازال ما عرفوش أهمية هذا الخطر وانتشار العدوى، وكي تجي السبعة يعني تلقى الشوارع يعني الشوارع خاوية، يعني هناك اللي شغل الإجراءات هذه ما تكونش عندها مفعول. لهذا من هذا المنبر ندير نداء المواطنين، يعني كيما راكم تلتزموا بالحجر الصحي بعد الساعة 7، يعني التزموا بالحجر الصحي ولا بالمكوث في البيت في الفترة الصباحية، لأنه حنا إن شاء الله ماناش باغيين العدوى باش تزيد تنتشر في ولاية عين تموشنت، وما نزيدوش ندخلوا مع كيما بعض الولايات يكون عندنا حجر ثابت منه إن شاء الله باش ما تعطش الأمور تاع الشعب، باش تكون هذه بالمعونة تاعكم وبالبقاء في منازلكم، لأنه الفيروس ما كاش فيروس على الليل ينتشر في الليل وما ينتشرش في النهار، هذا فيروس واحد كيما ينتشر في الليل ينتشر في النهار. يعني والهدف من تطبيق الحجر الجزئي هذا هو عدم انتشار العدوى، يعني كيما الصباح كيما الليل. يعني ان شاء الله نتمنى هذا النداء من هذا المنبر تاع الاذاعه للمواطنين باش الفتره الصباحيه ايضا يمتثلوا هذه الاجراءات، يبقوا في منازلهم، يخرج الا للضروره. وشكرا.